وصفات مطبخ البلد هي وصفات طعمه جدا وسريعه جدا في نفس الوقت، لانه خلاص ما بقاش في الغالب يعني ما بقاش عندنا وقت. انا قصدي كمان بعد رمضان مفيش وقت ان احنا نقف في المطبخ كتير، مفيش وقت ان احنا نقضي ساعات وساعات في المطبخ، فبنحاول نعمل اكل سريع طعمه حلو جدا ويكون قيمته الغذائيه محترمه برضه. عشان كده النهارده هعمل لكم اكله انا بحبها جدا في الحقيقه. النهارده هنعمل شاورما، شاورما فراخ، وهعملها لكم بالطريقه اليونانيه، وهنعمل كمان سلطه بالطريقه اليونانيه. الاكل ده كله مكوناته شبهنا، لان هي المكونات كلها من نفس المنطقه، حد دول حد البحر الابيض المتوسط، فنفس المكونات اللي احنا عارفينها، مفيش حاجه عجيبه، مفيش حاجه جديده، لكن يمكن الميكسات مختلفه شويه، الخلطات مختلفه شويه، الطعم مختلف سنه، لكنه حلو جدا برضه. ده الجزء بتاع الطبخ. في الجزء الثاني من الحلقه هيبقى جزء مهم جدا، احنا هنتكلم فيه عن الصحه، وهنتكلم عن التغذيه، ونتكلم عن ازاي في رمضان نخسر وزن. وفي الحقيقه الجزء ده هيكون مقدم ليكم برعايه اورجانيكا جروب. هيكون معانا ان شاء الله ضيف عزيز علينا، هو دكتور محمد تركي، مدرس بكليه الصيدله. هيكلمنا عن سوتي، وازاي ان احنا نخس بشكل صحي، وازاي ان احنا ناكل بشكل صحي في نفس الوقت، فناكل الى حد ما كويس وبراحتنا بس نخس برضه في نفس الوقت. هنشوف تفاصيل عن الموضوع ده في الجزء الثاني من الحلقه. يلا حاطين طاسه على النار، هقول لكم بقى مقادير الشاورما علشان نخش فيها على طول. يلا بينا، يلا يا اشرف. مقادير الشاورما اليوناني كالتالي: وراك فراخ مخليه متقطعه صوابع صغيره، زيت زيتون، زعتر مجفف، نعناع مجفف، كزبره ناشفه وبابريكا وقرفه، ثمره ليمون. عايزين ثمرتين، واحده هنستخدمها كده للشاورما والتانية للتقديم، وتوم مفروم. هقول لكم برده مقادير السلطه اليونانيه برده: مكعبات طماطم وحلقات بصل، حلقات خيار، مكعبات جبنه فته وزعتر مجفف، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح وفلفل اسود، زيتون اسود مخلي، وثلاث شرايح توست متحمصين عشان نقدمهم. ممكن بقى عيش لبناني، ورق بقدونس، الكلام ده كله. لازم نسخن الطاسه كويس. انا سايبها ايه تسخن، وبعدين هعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. انا متحمس قوي للوصفه دي لان انا بحبها جدا. يلا هجيب الفراخ وانزل بيها هنا. دي صوابع احنا عاملينها من وراك الفراخ. طب دلوقتي سؤال ممكن ايه يبقى في دماغ احد المشاهدين: هو احنا بنعمل الشاورما بالصدور ولا بالفراخ؟ في الحقيقه الشاورما بتتعمل في الشغله دي بتتعمل بالاثنين، بالصدور وبالفراخ. حلو. فانتوا بقى في البيت لو انتوا عايزين تعملوا شاورما دهونها اقل هتعملوها بالايه؟ هتعملوها صدور. لو عايزين تعملوا شاورما اطعم واطرى هتعملوها بالوراك، يعني على حسب مين اللي هياكل وعايزين نحط له ايه بالظبط. يلا هحط اهو الزعتر، هحط بقى المكونات والنعناع كمان، يبقى حطيت كده الزعتر والنعناع. حلو. وهاجي هنا احط رشه من الكمون، وبعدين هحط الكزبره الناشفه، ونجيب البابريكا كمان ننزل بيها هنا، والقرفه سنه صغيره كده حاجه خفيفه. فاكرين الليمون اللي اتكلمنا عليه؟ هاخد كده ايه ربعين ليمون من هنا، واروح جاي كده ايه عاصرهم على الفراخ. طيب بعد ما عصرت الليمون هل انا كده خلصت؟ لا، فاضل خطوه واحده بس مهمه بالنسبه لي، وهي الزيت. وهحط زيت زيتون، والزيت هنا هيخليني اعرف اقلب كويس، ويدي ريحه حلوه قوي للوصفه دي، وهيخليها تستوي بشكل افضل. تعالوا بقى نجيب شوكه مثلا او حاجه، وايه ونقلب بيها كده الفراخ مع التتبيله دي. السؤال دلوقتي اللي ممكن يجي في بال حد: احنا قد ايه او ايه الوقت اللي احنا محتاجين نتبل بيه الفراخ دي؟ انا بقول نص ساعه وقت كافي جدا. حطيت ملح وفلفل اسود، ودول اخر اتنين من التوابل، وبعدين هروح جاي هنا مدي تقليبه لغايه ما اطمن ان هي اتقلبت كويس. طبعا نسيبها في الثلاجه من تلت ساعه كده لنص ساعه عشان تدينا نتيجه حلوه. واروح جاي هنا في الزيت كده وهو بيسخن، هحط مقدار بسيط من الزيت، وبعدين على طول هروح نازل. انا ليه بسخن الطاسه قوي كده؟ علشان الشاورما تتحمر، انا مش عايزها مسلوقه. هوريكم انا قصدي ايه حالا دلوقتي، وبعد ما تطلع كمان هتشوفوا النتيجه الجميله بتاعتها. نستمر هنا كده، وهنسيبها هنا ونرجع لها تاني علشان نقلبها بس كمان دقيقتين او حاجه. على ما ده يحصل هنعمل ايه؟ هنشوف بقى السلطه اليوناني هنعمل فيها ايه. هجيب الليمون احطه هنا، انا بعمل الدريسنج دلوقتي، واجيب زيت الزيتون. يلا يا اشرف بص، حطيت هنا الليمون في الاناء ده، واحط هنا زيت الزيتون كده، وهجيب رشه من الملح
ورشه من الفلفل الاسود. حلو؟ يلا. وبعدين ممكن اخد بقى شويه من الزعتر كده اللي تحت اللي انا كنت بستخدمه. يا سلام يا سلام على الطعم اللي هيديه. زعتر مجفف لما يتبل كده هيدي طعم حلو قوي. واجيب حاجه نقلب بيها سريعه سريعه سريعه. يلا. وهديها كده تقليبه هنا، يبقى انا حطيت ايه؟ ليمون وزيت وحطيت زعتر. دريسنج خطير. طب هنعمل ايه؟ هنجيب الخيار نحطه هنا والطماطم نحطها هنا ونقلبهم مع بعض. كده فاضل انه انا بس اقدم السلطه اللي انا عملتها دي. اهلا بيكم، رجعنا مره تانية من الفاصل. قبل الفاصل كنت حاطط الشاورما تتحمر على النار، وكنت معلي درجه الحراره عشان يطلع لونها، عشان تطلع مقرمشه ومحمره كده، عشان ما تبقاش مسلوقه. هجيب العيش بقى هحطه كده في بواقي ميه ودهون الشاورما. طبعا ايه دي دهون زياده سنه، بس طعمها ايه اخر جمال. وبعد ما بعملها كده اروح مطلعها بقى ايه حاططها هنا في الطبق، علشان دي اللي احنا هنقدم عليها. يعني ايه هنقدم عليها؟ هنشوف ده مع بعض حالا دلوقتي. شوف ازاي هنقدم عليها. وجاي هنا كده ايه حاطط دي بالشكل ده. يلا انا كده عملت اطار من العيش، ممكن احط واحد كمان والله. طيب خلاص كده انا قدمت هنا. تعالوا بقى نقدم ازاي يعني يا استاذه سلمى. اروح جاي هنا كده حاطط الشاورما نفسها، واروح جايب شويه كده من البصل، نحط شاورما تاني ما تقلقوش. وبعدين اروح حاطط ورق البقدونس، واجيب شاورما كمان. الطبق ده طعمه خطير. انصحكم بقى تعملوا ايه؟ هعمله لكم في حلقه تانية. يا سلام بقى يا سلام لو قدمتم ده مع سلطه زبادي، طعمه بيبقى خطير. القرمشه دي الزبادي كمان بيخليها حلوه قوي، بيطريها سنه كده. بس نعمل كده ايه حلقتين ثلاثه من هنا 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 كده، ونروح بقى عشان نقدم السلطه اليونانيه حالا دلوقتي. يلا هاخد الطبق ده احطه على السفره. شاورما يونانيه. ممكن نحط له ايه بقى كمان بيبقى حلو قوي معاه؟ ممكن نحط له ليمون. فانا هحط له كده ايه 3 وحدات ليمون كده، نقدر ان احنا نستخدمهم في الاكل. استاذ عزه معانا. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل